أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنات والبنات. أما الآن مع هذا الفيديو الذي يبين مدى التفوق والإبداع في مدارس آداب. شو بنحكي؟ آداب. شو حصتنا؟ أي مادة؟ ما عنا الدين. ما عنا تحت الطاولة. آداب الطعام. بس ناكل فوق الطاولة. آداب الطعام يلا احكي. ما ناكل نفس الناكل واحنا احكي لهم درسنا اليوم عن آداب الطعام. وبعدها نفس اليوم عن آداب الطعام. ناكل ناكل طعام. لازم نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. وما بصير ناكل بإيد اليمين. نحط الأكل فوق الطاولة. يا أستاذ خالد في شيء بدي بتزيده؟ لا خلاص نشكر أستاذ خالد رائع يا أستاذ خالد شفتوه بأي إيد ناكل يا مس؟ اليمين اليمين زقفي حالي لأستاذ تايم السلام عليكم ايش عنا حصة؟ اليوم عنا دين ممتاز، شو عنوان الحصة؟ آداب آداب الطعام آداب الطعام، يلا تفضل أستاذ أو احكي لنا ممنوع ناكل التخت تمام ممنوع ناكل تحت الطاولة، لازم ناكل فوق الطاولة ممتاز ممنوع نسب أصحابنا طيب دقيقة قبل ما ناكل شو لازم نعمل؟ نغسل ايدينا نغسل ايدينا طيب وشو نحكي قبل ما ناكل؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ناكل بأي ايد يا أستاذ؟ اليمين ايدنا اليمين زقفوا لي حامي لأستاذ أو تفضل استاذ جواد ممتاز شو اسم الدرس الطعام. آداب الطعام احكي لهم عن آداب الطعام استاذ جواد النوع آداب اها النوع آداب تحت الطاوله ممتاز النوع آداب ايدنا الشمال رائع باي ايد ناكل اذن ايدنا ايش اليمين قبل ما ناكل شو نعمل وشو نعمل ايدينا لازم يكون نضف شو نعمل نغسلهم ممتاز زقف له حامي استاذ جواد رائع يا السلام عليكم شو مادتنا؟ التربية الإسلامية شو عنوان الدرس؟ التربية الإسلامية آداب الطعام آداب الطعام، تفضل أستاذ محمد يلا اشرحي لهم ممنوع ممنوع ناكل فوق التخت ممنوع 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 ناكل اللي شو بده عملنا ناكل لحس السيطان ممنوع ممنوع ناكل تحت الطاولة ممنوع طب أي إيد ناكل يا أستاذ محمد؟ يمين إيد اليمين وقبل ما ناكل شو لازم نعمل؟ نغسل إيدينا كمان يا أستاذ لازم ونحكي إيش قبل ما ناكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم زقفوا له حامي لأستاذ محمد السلام عليكم تفضل يا مس حصتنا ايش اليوم؟ حصتنا التربية الإسلامية شو عنوان آداب الطعام آداب الطعام رائع يا أستاذ مصطفى تفضل احكي عن آداب الطعام مش لازم ناكل على التخت لا مش لازم نحط الأكل على الأرض
ملحس الشيطان. مش لا لازم نغسل ايدينا قبل الاكل ونحكي بسم الله، ولازم ناكل فوق الطاولة. من فوق الطاولة وناخذ اي ايد يا مس؟ يمين. اي يمين. زقف لحامي يا مس للاستاذ مصطفى. دائما ابدا. يلا تفضل. اليوم علي درس الدين. ممتاز. يلا شو عنوان الحصة؟ آداب الطعام. آداب الطعام. تفضل يا استاذ قصي اشرح لصفك عن آداب الطعام. ما بصير ناكل بالفرشة تاعتنا. ما بصير. بحكي لك ناكل واحنا قاعدين على التخت. ماشي. نغسل ايدينا قبل ما ناكل. نغسل ايدينا بالمي والصابون قبل ما ناكل. كمان يا ميس. لازم ما بصير نحط الاكل تحت الطاوله. ما بصير نحط الاكل تحت الطاوله. حلو يا ميس. كمان لازم نحط الاكل فوق الطاوله. نجيب اكل مفيد. ونجيب اكل مفيد. ولازم ناكل واحنا واقفين ولا واحنا قاعدين يا ميس؟ واحنا قاعدين. واحنا قاعدين. وباي ايد ناكل يا ميس؟ يمين. وقبل ما ناكل شو نحكي؟ بسم الله. زقفوا له حرف مية مس. رائع رائع رائع. بس ننسى نحكي بسم الله ونحكي بسم الله واول واخر. ممتاز. كمان زقفوا يا مس. شفت شو حكى لك الواحد استاذ قصي؟ بقول لك اذا نسيت تحكي بسم الله اول الاكل، بعدين مثلا تحكي بسم الله اول واخر. كمان زقفوا له استاذ قصي. رائع يا استاذ رائع. السلام عليكم. تفضل يا مس. حصتنا ايش اليوم؟ حصتنا التربية الإسلامية. شو عنوان الدرس؟ آداب الطعام. رائع يا أستاذ مصطفى. تفضل احكي عن آداب الطعام. مش لازم ناكل على التخت. لا مش لازم نحط الأكل على الأرض. بلحس الشيطان. مش لا لازم نغسل إيدينا قبل الأكل ونحكي بسم الله، ولازم ناكل فوق الطاولة. من فوق الطاولة. وناخذ أي إيد يا مس؟ يمين. زقف لحامي يا مس للأستاذ مصطفى. شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مديرة المدرسة آيات شفيلان.